دي انا كل ما اقول التوبه، انتوا عزفتوا المنى، انا كل ما اقوم اقول التوبه، عشان هي كل ما تقول التوبه ترميها المجازير عندنا، ولازم تيجي وهي عامله برضو. المره اللي فاتت جت لابسه قفص حديد، اخر مره كنت معانا كانت لابسه قفص حديد لانها كانت حصلت لها حادثه مرعبه، والحمد لله قامت منها بالسلامه، كنا خايفين عليها، حادثه سياره ودشدشت فيها كنت شويه. وبعدين النهارده انا سمعت ان انت قبل ما تيجي البرنامج النهارده برضو ظهرك اتخبط تاني. هو كان امبارح بالليل وانا في المسرحيه، بس الحمد لله يعني النهارده احسن. في مسرحيه ايه؟ يا مسافر وحدك مع استاذ نور الشريف. مع استاذ نور. بتعملي دور ايه؟ هي المسرحيه كلها عباره عن كلنا رموز لحاجات موجوده في الحياه لكل بني ادم، صداقه، فلوس، حسنات وسيئات اللي بيعملها في حياته. فانا المفروض حسنات استاذ نور. انت حسنات الاستاذ، حسنات استاذ نور في حياته، وبيقف جنبي وبيساعدني، ولما بيسافر السفريه اللي هي لوحده دي اللي هي الموت يعني، ما حدش بيرضى يروح معاه غير حسناته. ده يعني بيبين للناس ان مفيش حاجة بتروح معاك للدنيا التانية اللي انت رايحة دي غير الأعمال الكويس اللي انت بتعمل. وانت فعلا عمل كويس مش كده ولا ايه؟ انا كاتب الأشعار بتاع المسرحية. ايوه بغني اغنية لدكتور مدحت في المسرحية. بتقولي فيها ايه؟ بس حضرتك ما تطلبيش مني اني اغني عشان مش هغني. لا بتقولي فيها ايه تاني؟ هو احنا بنقول شايف الشخصية؟ شايف اللي بتصدر عليا؟ يعني طب انا اقول له اعمل فيها ايه دي؟ ده خليها تغني. ها ها غني غني غني. شفتي؟ انت اللي جبتيه، انت اللي جبتيه. انا صوتي وحش والله يجيب. طب ما انت بتغني في المسرحيه؟ احنا مش هنقول لك غني حاجه مش عارفاها، غني الاغنيه اللي في المسرحيه. طيب ممكن بس حد الدكتور تقول معايا من فضلك. تقول معايا الكلام ولا اللحن؟ يا تغني الاغنيه بتاعت المسرحيه حاجه تانية يعني. لا هغني خلاص اغنيه المسرحيه عشان اعرفها اكتر. هي المفروض معانا ريال يعني. ايوه. فبقول معانا ريال، معانا ريال، ده مبلغ عال ومش بطال، ترتتا 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 ترتتا. عارفين نفسي في ايه؟ نفسي في ايه؟ اخش سيما ابره واشوف باتشام في شبره. وبعدين بيحصل حاجه هندي كده بنعملها. بس هي شكرا يعني برضو خليناكي تغني عشان شوفي انت صدرتي على شباب قوي الشخصيه جدا. وفي صعيدي في الجامعه الامريكيه انت البنت اسمك سياده. يعني هل تفتكري الاستاذ اللي قاعد معانا ده المؤلف بيقصد اختيار اسم سياده داخل الجامعه الامريكيه؟ انت رايك اكيد انا لما خدتي ان هي سياده هي جايه من شخصيتها اعتقد، لان هي شخصيه مختلفه عن بقيه الناس شويه اللي في الجامعه. ان هي جاده في الجامعه وفي الجامعه الامريكيه، وفي تحرر كتير قوي في الجامعه، بس هي رغم ده متحرره وكل حاجه، بس في قواعد وليها مبادئ في حياتها، وجاده مش شايفه كل حاجه هزار، مهتمه بدراستها قوي. ف انا شايفه ان الاسم يعني مناسب لشخصيتها، هي شخصيه جاده مختلفه عن كل الناس اللي في الجامعه. وده اختيار سياسي برضه يا استاذ مدحت؟ يعني تقدر، مش عايزين نقوله يعني اعتبريه كده. هو كده يعني. السياده رغم ان انت في مكان يعني المفروض اني بعمل غسيل مخ. ايوه. لكن هي محتفظه بالاستقلال والسياده الذاتيه في ارضها. بالظبط كده. وفي حدودها حتى يعني. الاسماء في الفيلم على فكره انا كل حتى اسم المواد الامريكي سراج طايل. طايل كل حاجه، ايده طايله. قاصد يعني اللي هو المتامرك، اللي هو المتامرك، هاني رمزي اللي عنده الجنسيتين، اللي هو هاني رمزي. ايوه. والخلف بقى، خلف حتى هو ابوه بيقول له انا عايزك تبقى خلف الصالح يعني. يعني هي دعوه لكل الشباب ان هم يبقوا الخلف الصالح. لا يعني في نوع من الرمزيه الجميله. يعني الرقيقه بس ببساطه من غير فزلكه يعني. اسماء كلها موجوده على فكره. انا برضو هقول على حاجه. انا قعدت مع شباب كتير من الجامعه الامريكيه قبل ما اعمل الفيلم. واسم سياده اسم بنت كانت موجوده عجبتني شخصيتها جدا. يعني بنت كويسه قوي بتتكلم كويس قوي وكان اسمها سياده. فهي كمان يعني جت كده وجت كده مع بعض الاثنين. مع بعض يعني. بس هل في تشابه يا منى ما بين سياده في صعيدي في الجامعه الامريكيه ومنى زكي في الحقيقه؟
شويه. ايه رايك يا سلمى؟ متهيألي في يعني منى برضو شخصيه سترونج وشخصيه اندبندنت، ما تعتمدش على نفسها، مستقله، عارفه طريقها صح، يعني قريبه قوي من الشخصيه اللي مكتوبه يعني. وانت بتدرسي الصحافه حاليا؟ لا انا في كليه اعلام قسم دعايه واعلام واعلان وعلاقات عامه. ولسه في سنه ثالثه ان شاء الله ربنا يسهل. سنه كويس قوي. وناويه تتخصصي ايه؟ انا ان شاء الله يعني هدخل دعايه واعلان، لان مش عشان انا موهوبه فيه، بس هو اقرب حاجه او اسهل حاجه في الكليه. انا شايفه اللي يبقى صحفي او مذيع او معد لازم يبقى موهوب قوي اكتر من اي حاجه تانية. اكتر من موهوبة. لا يعني موهبه الاعلام دي حاجه تانية، ان انت يبقى عندك قدره انك تدير حوار، وانك يبقى عندك الكيوريوزيتي، الحب الاستطلاع عالي قوي. دي محتاجه موهبه يعني، وانا ما عنديش الموهبه دي قوي. انت عندك موهبه تانية جميله، موهبه التمثيل.